ما عبد الحي معروف يعني بيطلع ما مش من النوع المهاجمين اللي بينزل الكوره وبيصلح للي جاي، مش محطه. ما عبد الحي نهائي يعني اللمسه الاخيره عنده يعني يا جوني اوت يا اوت. فلما طلع عبد الحي فانا فقدت الامل، قلت خلاص انا ماليش لازمه يعني. فكنت انا راس حربه ثانيه بس باجي من تحت من ناحيه اليمين. فانا راجع فتخيلت بان الكره ضربت في راس عبد الحي وسعيد عبد الجواد قلب الدفاع ونازله بره ال 18. فرجعت بسرعه فلقيت الكره فعلا نازله على راس 18 جهه اليمين، فعملت امتصاص على الكره بالفخذ. وكنت بجيد، انا بجيد عاده الكره الهوائيه، اي كره طلعت 10 سم على الارض يعني كان التخصص يعني. فشط الكوره وجريت على السنتر، احساسي قال انها جول، فراحت في اقصى الزاويه اليمين جنب القائم اليمين تحت. الحكم صفر يجوم اللعيبه وقعدنا، كانت فرحه عارمه بالنسبه لنا وادتنا دفعه معنويه. كملنا بقى ثلث ساعه من الكفاح المرير عشان نلعب على الجول ده ونحافظ عليه. خلصنا خدنا عشان كده يا كابتن معلش مقولة ان محسن صلاح بتاع المحلة او هو يعني ده سر هذه المقولة، انا كنت لسه هسألك عن السر بقى في ايه يعني. انا بعد ما جبت الجول ده كابتن صلاح كان هو مدير الكورة، كان موجود كابتن صلاح سليم كان هو مدير الكورة معانا، قال لي هدف يدرس، مفيش حد يقدر يجيبه غيرك، محدش يقدر يمسكه. برافو عليك، شهادة صالح سليم بالنسبة لنا دي كانت كبيرة جدا على فكرة، انك تتكلم معاه وان هو يطبطب عليك وان هو يمدح فيك، دي حاجة، دي حاجة كبيرة يعني جدا، حاجة كبيرة بالنسبة لي. مقولة بقى بتاع المحلة بعد الماتش ده، ده كان 73 74 74 75 75 76 76 77 مفيش ماتش محلة عدل الا لما جبت جول. شيء خلاص بقى محسن صلاح بتاع المحله، اول ما اقول لك محسن بتاع المحله يعني لو مصاب يجيبوك تلعب الماتش ده. كان في عندهم كابتن عبد الستار كان حارس مرمى فكل ما نلتقي يقول لي يا اخي ارحمني ارحمنا بقى ارحمنا، هو كل مره يعني ارحمنا يا ده بقى على فكره كان بقى بعد كده بقى حكم وحكم دولي وحكم طبعا كابتن طبعا اعتقد مسك رئيس لجنه الحكام. فمن هنا جت المقوله بتاعت محسن صلاح بتاع المحله. طيب